صباح الخير، صباح الأمل، صباح الابتسامة وصباح السعادة والرزق والعافية وراحة البال وكل حاجة حلوة يا رب على كل مشاهدينا الغاليين. لقاء يومي بتجدد معاكم حلقة صباح النور النهاردة الخميس 19 نوفمبر 2020. مضطرين نصبح على اسحاق غصب عننا. صباح الفل يعني اسحاق. ايه ده الاضطرار يعني؟ انا مضطره ان اصبح عليك. طيب اوكي. صباح الفل على كل مشاهدينا ومتابعينا في كل انحاء العالم. يوم جديد كله خير وصحه وبركه وسعاده. يا رب كده اليوم النهارده يبقى فيه كلمه حلوه تسمعها من حد انت بتحبه، يكون فيها خبر جميل انت مستنيه، يكون فيها كده يعني خطوه حلوه بتاخدها في حياتك. كل يوم ربنا بيديهولنا، كل نفس داخل وخارج هو بركه من ربنا وفرصه جديده لحياتنا نستثمرها للخير. اهلا بيك. امين يا رب. اهلا بيك. انا مش ضيفه حضرتك، انا معاك في البرنامج. انت فاهم غلط يعني. اهلا وسهلا. طيب احنا اتفقنا ان انا مش هستاذن بعد كده، خلاص احنا بدانا سنه جديده وعهد جديد، فانا هبدا اقول قداسه البابا. كل سنه وقداستك طيب، كل سنه وانت بكل صحه وبكل عافيه، وربنا يزيدك حكمه ويزيدك نعمه ويديك سنين يا رب مديده وطويله وكتيره على كرسيك، وتعيش وتخدمنا وتحب ولادك وترعاهم السنة الثامنة لعيد جلوس قداسة البابا على كرسي ماري مرقس. السنة رقم 8، ربنا يديك الصحة سيدنا، ويعني ونحتفل مع قداستك بالسنة رقم 80. ربنا يديك صحة وعافية وبركة وحكمة وكل شيء. أنا متأكد وواثق أن يد الله اللي سندت البابا شنودة هي مع قداستك، ويد الله اللي سندت البابا كيرلس هي كمان مع قداستك، يد الله العظيمة التي تعمل مع قداستك طول الوقت. والحقيقة اللي بنشوفها من قرارات حكيمة ومن محبة ورعاية لكل ولادك. الحقيقة أنا الواحد يعني عايز يقول كلام كتير، لكن عايز أبسط الأمور أكتر وأقول إن قداسة البابا على المستوى الشخصي كرجل هو شخصية جميلة جدا، من الشخصيات الممتعة جدا، عنده فكر مستنير جدا جدا جدا، عنده رؤية للمستقبل، بيعرف يخطط، بيعرف يسمع. يعني من الحاجات الجميلة في قداسة البابا والحقيقة من صفاته الشخصية الجميلة إنه هو بيعرف يسمع، مش بس يتكلم، مش بس يوعظنا، مش بس يقول لنا كلام حلو، لكن كمان هو بيعرف يسمع كل ولاده، بيعرف يناقش القضايا، بيعرف يحتمل. وبسمع منه أو سمعت منه جملة جميلة قبل كده، قال نحن لا نملك إلا قلب الحب لكل أحد. نحن لا نملك إلا قلب الحب لكل أحد. كل حد ليه الحب. الناس اللي ممكن وقت للتاني تقول كلام ما يصحش أن يتقال على بابا الكنيسة، اللي ممكن وبيبقوا من ولاده وتلاقي مهاجمة هنا ولا هنا نحن لا نملك إلا قلب الحب لكل أحد. هو ده قداسة البابا. ربنا يديك الصحة والعافية ويديمك سيدنا. أمين يا رب. أسيبك أنت تبدأ المعايدة التانية. المعايدة التانية الحقيقة يعني عرفنا النهاردة عيد ميلاد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فحبينا نقول له كل سنة وحضرتك طيب وبخير وعقبال 100 سنة، وربنا يديك برضو الصحة والعافية وتقدم لمصر أكتر وأكتر الفترة اللي جاية. عقبال 100 سنة يا ريس، صحة وعافية وحكمة، وربنا يدي لك نعمة. الحقيقة ده دايما حتى في صلوات الكنيسة بنشوفه، دايما الكنيسة بتطلب الحكمة والمعونة والبركة والنعمة للقادة اللي بيقودوا مسيرة شعب ومسيرة وطن، ان ربنا يديهم نعمة فوق نعمة وحكمة فوق حكمة. مرة تانية كل سنة وحضرتك طيب يا ريس. مضطرة بقى عايد على اسحاق يعني ليه ان شاء الله. لا مش عيد ميلادك ما تقلقش. مش عايز عليك لوحدك، لكن يعني اي نعم احنا دايما بنتخانق بقى والرجاله وبيعملوا وبيسووا، وانا عند رايي طبعا ما غيرتش في رايي اي حاجه، وكل يوم هتكلم في الحاجات اللي بيعملوها وبيظلموا الستات ازاي وبيجوا عليهم، يعني ما تقلقوش مش هفوت لكم اي حاجه. بس النهارده اقول للرجاله كلهم احتفلوا ايها الرجال، اليوم العالمي للرجل. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب يا اسحاق. 19 نوفمبر يعني عشان برضو ابقى حقانيه، الستات بتقول انه اليوم العالمي للرجل ده جه عشان او اتعمل حاجه قريبه كده عشان في الاحتفال العالمي للمراه، اليوم العالمي للمراه اللي هو بيبقى 8 مارس. بس يعني احقاقا للحق والحق يقال، الموضوع بدا من 1999، مش جديد يعني. هو المشكله بس ان احنا ما بنبقاش عارفين ان في حاجه اسمها اليوم العالمي للرجل.
يعني الأمانة برضو، يعني النهاردة كده بالصدفة، يعني هو الأمم المتحدة بتعمل كل يوم في السنة بيبقى يوم خاص بحاجة معينة، مش عارف اليوم العالمي للمرأة، للطفل، للرجل، للأطباء، للممرضين، اليوم العالمي للمدرس، فالنهاردة صادفت كده اليوم العالمي للرجل، ففرصة إن احنا نقول لكل الرجالة يعني الأمم المتحدة عاملة لكم يوم، أي نعم محدش يسمع عنه، أي نعم اليوم ده ما فيهوش هدايا زي عيد الأم، أي نعم أي نعم حاجات كتيرة جدا، لكن الحقيقة فكرة بس يا حرام، هو بيقولها بجد يعني اكيد يسمع الناس كلها. اي نعم محدش واخد باله من، قول يا اسحاب ما تقولش صدقني كده، ما حدش بياخد باله. معلش بس بياخدوا طب أقول بالهم لك من على اليوم حاجة، العالمي طب للمرأة صح؟ أصدقائنا اللي بيبعتوا لنا على الفيسبوك قولوا لنا كام واحد كان عارف النهاردة اليوم طب ما هو العالمي ده؟ بص، مين أنا شخصيا ما كنتش عارف. مين اللي بدأ انه يعيد عليك؟ إيه؟ المرأة. يعني مين اللي ابتدى يقول لك كل سنه وانت طيب، ويقول لكل الرجاله في كل الدنيا كل سنه وانتم طيبين؟ الست برضه هي اللي بتقول كل سنه وانتم طيبين. اه لو وانت انتم مش واخدين بالكم من اليوم العالمي بتاعكم فاحنا واخدين بالنا وبنديكم حقكم كل سنه وانتم لا، طيبين. ان احنا عايزين بس نشوف يعني ازاي كل واحد فينا يعني فكرة الرجولة تكون موجودة في المجتمع. الحقيقة انا بشوف من خلال الموضوعات كتير اللي اتكلمنا فيها ان فكرة الرجولة ممكن تكون بعافية شوية، يعني انا بأكد كذا مرة ان الرجولة صفة مش نوع، يعني النوع يبقى ذكر او انثى، ده اتولد ذكر ودي اتولدت أنثى، لكن الرجولة دي صفة صحيح مهمة جدا لازم تبقى موجودة الحقيقة، ولازم تبقى طول ما هي موجودة يبقى في شهامة وفي أصول وفي تربية وفي حاجات كتيرة جدا ما ينفعش نتخلى عنها في المجتمع. طبعا. يمكن حتى السنة دي أو الاحتفال باليوم العالمي للرجل حاطينه كده تحت عنوان صحة الرجال والفتيان، يعني الصحة. وأنا بشوف إن الصحة دي مش بس الصحة الجسدية، لكن مهم جدا كمان الصحة النفسية. لما يكون في صحة نفسية، لما يكون الشخص سوي الحقيقة سواء راجل أو ست، هنقدر نتعامل ونتخانق ونتصالح ونحل مشاكلنا ونمشي في طريقنا واحنا مكملين. مفيش اتنين عمرهم ما هيختلفوا ولا يتخانقوا حتى مع بعض، لكن اختلاف البيئة والنشأة والثقافة وطبيعة الحياة وشخصيتك المختلفة عن غيرك، لكن ازاي نحتوي مشاكلنا ونحلها ونكمل في مشوار حياتنا، دي حاجة مهمة جدا عمرها ما هتحصل غير والشخص نفسيا وداخليا سوي. وهتفضل العلاقة بين الرجل والمرأة، وهيفضل الرجل بيكمل الست والست بتكمل الراجل، هيفضلوا طول الوقت بيتصارعوا وبيتخانقوا وبيتصالحوا، لكن المهم اننا نفضل فاهمين بعض، قادرين نتحدى كل مشاكلنا وكل الظروف اللي احنا بنمر بيها. مرة تانية كل سنة وكل الرجال طيبين، بس واحتفلوا اليوم العالمي ليكم. اه احتفلوا، باخدوا اجازه. لكن لا، انا عايز اقول كمان ان الاب والام، والام بالذات على فكره ليها دور مهم جدا ان هي تخرج للمجتمع راجل، ان هي تخرج لمجتمع راجل. ما هي الام لو دلعت وطبطبت وطول الوقت طبعا الطبطبه مطلوبه، لكن الدلع اللي بزياده وعدم تحمل المسؤوليه وان هي تعمل له كل حاجه من اول ان هي اللي تغير له بنطلونه وشرابه ويبقى عنده 7 8 سنين، وان هي تحميه عنده 10 سنين، وان هي مش عارف لازم تاكله ببقه وهو عنده 12، يعني حاجات كده غريبه بنشوفها. لا احنا محتاجين رجاله، رجاله يعني صفه اساسيه مرتبطه فيها هي فكره المسؤوليه، هي فكره المسؤوليه. انا ممكن وانا من ابني وهو صغير بعلمه المسؤوليه، خلي بالك من ماما، خلي بالك من اختك، انت مسؤول عن الحاجه الفلانيه فتحمل مسؤوليتك، انت مسؤول عن كذا. فللاسف بنشوف في المجتمع حاجات غريبه، وبنشوف طلاقات كتير، وبنشوف محاكم الاسره الطوابير مليانه بسبب اني مفيش فكره الرجوله موجوده. شفت في معايا في ده ولا لا؟ اتفق معاك جدا، يعني انت قلت المسؤوليه وحطيتها رقم واحد، طبعا فهي دي صدقوني اساس نجاح اي حاجه في الدنيا. الطفل هو صغير فرق كتير قوي بين انك تبقى ظهر وتبقى سند وامان لابنك، وده مهم جدا، ويبقى عارف اللي هو يبقى متقوي بيك، متحامي فيك، حاسس معاك بالامان، وبين ان في نفس الوقت وانت بتوفر له الحمايه وبتوفر له الامان وبتديله وماله لما تدلع ابنك. بس لاي حد بتدلعه وازاي بتدلعه، يعني ازاي تخليه يعيش طفولته لكن في نفس الوقت يطلع راجل ويطلع متحمل المسؤوليه. والرجوله صفه، لان كتير حتى بنشوفها عند البنات، الام بتربي والاب بيربي بنته انها تطلع جدعه وتطلع بتحمل المسؤوليه وتطلع تشارك وتطلع ايجابيه، مش سلبيه، مش واحده بتتفرج كده وخلاص وعايزه اللي يعمل لها كل حاجه. فانك تربي ولادك على تحمل المسؤوليه دي حاجه مهمه جدا. كل سنه وانتم طيبين مره تانية. كل سنه وانتم طيبين. عايز اتكلم في موضوع
انا شايفه مهم الحقيقه. ممكن الحقيقه ما تكبرش الموضوع قوي بتاع مش عارف ايه، بس انا شايفه الحقيقه مهم. انتشر لعبه اليومين اللي فاتوا او ابلكيشن اليومين اللي فاتوا موجود على الفيسبوك، بيحط صورتك ومعاها ايات، معاها ايات من الكتاب المقدس، حد كده حلو ظريف، لكن الايات محرفه او الايات مش بالمعنى الدقيق ليها او مش بالمعنى المتعارف عليه او مش بالترجمات المعترف بيها. انتوا عارفين الكتاب المقدس ليه ترجمات معترف بيها، بتبقى الكنائس معترفه بيها، ما ينفعش واحد يجي يقوم الصبح يقول طب انا هعمل ترجمه للكتاب المقدس بمزاجي انا، ما فيش حاجه اسمها كده. الترجمات لازم تكون ترجمات معتمده ومتعارف عليها، بدليل ان من كام شهر طلعت ترجمه ومشارك فيها ناس كده اشخاص مش هنقول اسامي، لكن لا الترجمه ما كانتش مظبوطه. فدايما الترجمه اللي ما بتبقاش مظبوطه بيبقى وراها شيء خبيث، بيبقى وراها شيء خبيث، ربما ما يبانش ليك دلوقتي وتقول لي ما دي زي دي، لكن يبان بعد كده، بيبقى يبان بعد كده في تفتيت شكل العقيده ولا تفتيت امور لاهوتيه معينه، فاحنا ده اللي احنا مش عايزينه. فبنقول خلي بالنا اذا كنت انت يعني بتحب الايات، وبتحب الايات اللي هي ازاي الانسان ينجي، ازاي ربنا بينجي الانسان من الضيقه، ازاي الله بيبقى واقف معانا، طلع الايات. كل واحد فينا معاه ايات قد كده، او لو كتب على جوجل سكرين شوت ونزل ايه وبراحتك، وخد كوبي حطه والكلام ده كله ممكن، لكن ما تنزلش، ما تبقاش الاداه اللي بيستخدمها بعض الناس في ان انت تروج لايات بشكل غلط، ويمكن هنوري ده لحضراتكم على الشاشه. وعندنا المواقع اللي يعني موثقه وموثوق فيها، وابائنا اللي احنا عارفين ومحافظين اساميهم يعني عن ظهر قلب بناخد من وراهم واحنا يعني مطمنين جدا، موجوده قدامكم يعني الايه قدامكم اهي. دي الايه الصحيحه، ده على سبيل دي المثال، دي فيليب 4:6-8 بتقول لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاه والدعاء مع الشكر لتعلم طلبتكم لدى الله، لدى الله، وسلام الله الذي يفوق العقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع. اخيرا يا الاخوه كل ما هو حق، كل ما هو جليل، بيتكلم حاجات كتيره جدا. شوف بقى الايه اللي هي متلخبطه بتقول ايه، بتقول لا تقلق بشان اي شيء، بدلا من ذلك صلي من اجل كل شيء، قل لله ما تحتاجه واشكره على كل ما فعله. اول حاجه هو عامل تلخيص غير مفيد، تاني حاجه مش هي دي الترجمه، هو شال منها، شال كلام كتير جدا مش مفروض ان هو يشيله. ف احنا المفروض ان احنا عينينا ترفض اي شيء غريب، واذهاننا ترفض اي شيء او اي ترجمه او اي تعليم غريب. فارجوكم ارجوكم، هو الموضوع لو مش مهم على فكره ما كناش هنهتم بيه ونديله جزء من الحلقه او من وقتنا. فارجوكم بلاش الالعاب دي. لو انت عايز تحط ايات على صفحتك وبتحب الايات، طلع الايه الصحيحه، خدها اطبعها وحطها على صفحتك او اكتبها على صفحتك او احفظها، لكن ما تحطش ايات مش مظبوطه، ما تبقاش اداه تساهم في تحريف الكتاب المقدس. احنا كنا بنعلم يعني ولادنا في اي رحله، في اي مؤتمر، في الكنيسه، ان انا هاخد من كلمه صاحبي يقول لعبه، احنا بنعمل الالعاب دي ليه؟ عشان نخليهم يتسابقوا انهم يفتحوا الكتاب المقدس، مش فكره بس ان بنحفظهم ازاي. انت لما بتقرا الكتاب المقدس من على الموبايل ده شيء جميل ان يبقى معاك، لكن الاجمل ان يبقى في ايدك الكتاب بتاعك اللي انت بتخطط فيه، اللي انت بتعلم فيه على الايه، اللي في الاخر لما تخلص جزء معين وتيجي بعد فتره ترجع له تقول الله ده انا كنت شفت الايه دي، ده انا حفظت الايه دي، تلاقي عينك على طول جابتها. فاحنا بنعلم ولادنا ده، يعني مهم جدا جدا ان انت حتى لو في لعبه زي كده وماله، انت معاك الكتاب بتاعك سواء على الموبايل او حتى الكتاب اللي عندك في البيت، ارجع للايه، ارجع للشاهد بتاعها، اقراها وتاكد منها، خد الجزء اللي انت عايزه منها. واعتقد كمان ان يعني في الابلكيشنز اللي فيها الكتاب المقدس بترجمته الصحيحه اللي بين ايدينا بيبقى فيه الاوبشن ده ان انت تعمل شير للايه على طول منها من غير ما يعني تحتاج بقى للتحريف او للقص او ان حد يقول لك المعنى. ولو انت عاوز تفسير للايه ارجع لتفسيرات الاباء اللي بنثق فيهم.
يمكن الكتاب الورقي يمكن الناس القديمه اللي زينا يحبوه، يعني يحبوا الكتاب الورقي، لكن احنا ما اقدرش اطالب يعني الشباب الصغير ان هو يبقى معاه الكتاب الورقي، لا حتى الابلكيشنز اللي موجوده على الموبايل لا حلوه وزي الفل وتقدر تعلم وتقدر تعمل كل حاجه، بس ما تبقاش اداب ان انت تشارك بتحريف الكتاب المقدس. خلي بالك في ناس بتصرف ملايين ومليارات عشان تحرف وعشان توجه لافكار غلط. بنروح بعض البلاد الاجنبيه في اوروبا ويقول لك انت عربي، تقول له عربي، يروح مطلع لك كتاب قد كده مكتوب باللغه العربيه مليان تحريفات ومليان ومليان ومليان. لو واحد ما بيعرفش او واحد ما يعني ملوش علاقه كويسه بالكنيسه او الكتاب المقدس يبوس ويقول ده بركه، ده حلو وده بركه، بس هو مش بركه، هو مليان حاجات صعبه جدا جدا. فخلي بالكم الموضوع مش سهل، فعشان خاطري انا لو هو فعلا الموضوع مش مهم مش الواحد مش هيقعد يتكلم كتير كده. واحنا يعني تنبيه كنيسة كتير لينا السم في العسل زي ما بيقولوا الاسم، ان انت بتقرا آية او بتعمل شير لآية لكن هي بيبقى فيها ترجمة غلط بتوصل رسالة مش مظبوطة، احنا مش عايزين نساهم في ده، يعني ارجوكم خلي بالكم. نصبح عليكم ونقرا تعليقاتكم، ابعتوا لنا. تبتدي ولا ايه؟ طيب ولا الحق ابتدي؟ يلا. ام جرجس بتقول صباح البركة، تعليم عالي وبس، هم في نشر الايادي اللعبة دي على الجهاز. معلش حضرتك اكتب التاني التعليق. ثناء شفيق، كل سنة وسيدنا البابا طيب. جون جوزيف، صباح الخير والتفاؤل والأمل على أحلى مذيعين، شكرا لحضرتك. جومانا دميانا بتصبح علينا وبتقول أنا من اسكندرية وبقول لجوزي كل سنة وانت طيب، ربنا ما يحرمنيش منك أبدا يا رب. ميلاد ألف، صباح الخير على قلوبكم، أحب أصبح على بنت أختي حبيبة قلبي الدكتورة نور وأقول لها كل سنة وانت طيبة حبيبتي بمناسبة عيد ميلادك، كل سنة وهي بألف خير. أستاذ أكرم رؤوف عبد المسيح صديقنا من نيويورك بيقول أحسن مقولة سمعتها عن الرجولة قالها الفنان أحمد ماهر زمان، الراجل مش بس بقوته، الراجل برعايته لبيته وأسرته، وأول مرة أصلا أعرف إن في نيويورك الاحتفال بالرجل وصباح النور من نيويورك. أميرة، أنا أول مرة أعرف، يعني مش أول مرة أعرف، بس هو يعني في متابعة كده على الإنترنت، فإحنا طبعا عشان بنبقى جايين الحلقة فبنقعد نتابع كل حاجة. فالأمم المتحدة بتعمل كل يوم معين، كل تاريخ معين بتعمل له يوم في البتاع، ففي أيام بتبقى يعني مش تخصناش قوي، لكن يوم العالمي للرجل لا حاجة كويسة يعني. إن إحنا نفكر نفتكر حاجات ممكن نبقى ناسينها، يعني ما تجيش في بالك أصلا، يعني زي إيه من المعروف قوي وإحنا صغيرين موضوع عيد الطفولة. فاللي ايوه طب ايه الهدف يعني، طب انت كبير دلوقتي، لا بتفكرك بحاجات معينه ليك وانك تاخد بالك منها في اولادك، بتفكر الست ان افتكري الراجل وراجعي وحاولي، تفكر الراجل اللي انت ليك حق. هتلاقي نفسنا كده في كل مناسبه من اليوم العالمي اللي ليه حاجه معينه كده بتفكرك وتحط قدامك رساله كده او هدف. طيب حنان امين، صباح النور يا اجمل اصدقاء، نشكر ربنا ربيت ابني انه يكون راجل ويخاف عليا وعلى اخواته البنات، احلى حاجه في الدنيا، يعني تحسي بنجاح وسعاده وفخر انك قدرتي تربي ابنك كده. سامي نعيم، كل سنه وانت طيب. برسوم عبود، عيد ميلاد سعيد عقبال 100 سنه فادي مفرح، صباح الفل والتفاؤل عليكم. اجمل قناه من قصر هور، صديقكم الدائم. ام صمويل صباح علينا. اريني تامر صباح علينا من السويس. تريز فوزي صباح الخير عليكم، ربنا معاكم من نجاح لنجاح. فيرينا انا بصبح عليكم لاحلى برنامج، صباح الخير يا هبه، وكفايه خناق انت واسحاق عشان الستات دايما هتكسب، ربنا يخليك يعني اديني كده قوه. ايوه الستات دايما هتكسب. ميري منصور صباح الخير على احلى مذيعين، بحبكم. كاميليا انور او نوار، صباح الخير على احلى مذيعين واحلى برنامج، صباح الفل عليكي. مريم صدقي صباح الخير والبركه، كل سنه وقدستك طيب البابا توادرس. مين تاني يا اسحاق معايا؟ مينا ملاك بيقول صباحكم فرحان مبسوط مليان قوي ونشاط مش ضغوط، حبيت اقول لحبيبه قلبي كل سنه وانت طيبه يا بطوط. ماشي يا سيدي. محب ثابت بيصبح علينا. ماري منير، ماركو صفوت، كركر لولو، اسحاق لويس، انا اسحاق لويس بيمس، صباح الفل عليك.
كمال كامل بيصبح علينا: كل سنة وقداسة البابا طيب وبخير، وبهني زوجتي. رضا وحيد بيصبح علينا بيقول: أتمنى التنبيه تاني على التطبيق عشان بقى موضوع خطير. لا، احنا نبهنا وإن شاء الله نحط كمان الكلام ده على الفيسبوك. سابونا إبراهيم. إبراهيم حنا من النمسا بيقول: احذروا يا أحبائي الغاليين من خداع الشياطين، في ناس بتنزل كلمات ركيكة على أساس إنها آيات من الكتاب المقدس وهي ليست كذلك، فاحذروا. أقول لهم: استبدلوها بآيات حقيقية من الكتاب المقدس. كلامك صح يا بون. طيب جانيت فيليب بتصبح علينا وبتقول: صباح الخير والبركة عليكم وعلى قداسة البابا تودروس الثاني بابا المحبة، كل سنة ورئيسنا السيسي طيب، ربنا يديله الحكمة. أمين. كل سنة وإسحاق طيب وكل الرجالة بخير وبركة. شكرا. بص لا أكمل بقى الجملة، بتقول لك: والبركة في هبة اللي مش ناسياكم. فعلا الرجولة صفة وشهامة. على فكرة أنا اللي شكرا قايلها لك يا النهاردة، اليوم جانيت. العالمي للرجل. أكيد مش كل حاجة هيقولها إسحاق هتصدقوها، فيعني ده تمام يعني. لا إسحاق مش هو اللي قال لي، بس تمام يعني. ماشي، اتفضل. ممكن بقى نقول طلبات التبرع النهارده عندنا، بس اخبار كتير، عايزين وقت الحلقه ان شاء الله يقدر يعني يكفي معانا نقول كل الحاجات اللي عندنا. مطلوب متبرع بكلى فصيله الدم A سالب، السن من 24 ل 40 سنه، ويكون خالي من الامراض. رقم التليفون 012-8479-5399 او 012-2651-2715. مطلوب متبرع بكل فصيلة الدم أو موجب، سن المتبرع من 25 ل 40 سنة، يكون خالي من الأمراض سكر ضغط أو حصوات على الكلى. رقم التليفون 012-8237-1444. مطلوب متبرع بكل فصيلة الدم أو موجب أو A موجب، السن من 25 ل 40 سنة، ويكون خالي من الأمراض. رقم التليفون 010-6538-7494. مطلوب متبرع بكل فصيلة الدم أو سالب، السن من 25 ل 40 سنة، ويكون خالي من الأمراض. رقم التليفون 012-10590-2208. ويا رب بالشفاء للجميع. يا رب بالشفاء للجميع. نخرج لفاصل قصير ولسه معانا أخبار من كل مكان بعد الفاصل.